فينا لقيت واشتاق لعني وبموت من شوقي ليك. وازاي نعيش لو مش وياك؟ مش قادر انساك. هاي واحد. طب اعمل لك حاجه حلوه؟ اعمل لي حاجتين حلوين. اغني لك اغنيه لعمرو دياب محمد فؤاد يغنيها ازاي؟ ايوه دي دي حلوه قوي دي. ايه بس؟ اللي يتفقوا الحبايب يبقوا صحاب، وعيني اللي كان بيحب التاني اكتر بيهرب من المكان وبيبقى عذابه أكتر، وعيني على الرؤى من غير غيرة وعتاب. ده ما فيه بين الصحاب غيرة خلص. بنقول لك على سبيل الحصر ان انت كنت على طبيعتك مش مزيف، لا ده انت الاصل. بنذكر تامر عبد المنعم اللي خلى السينما اجمل اصل. نورتنا نورتنا مشاهدينا، نروح فاصل وارجعوا لي مره ثانيه. قلتولنا من جديد في برنامجكم مية مساء. في أمريكا يا جماعة عاملين منظمات لحماية حقوق الإنسان والحيوان والنبات، وفي مصر عملوا نقابات للعمال اللي بيشتغلوا بالساعات. بس احنا النهاردة معانا ليندا اللي عايزة تعمل نقابة للرقصات. ده ظلم ظلم ظلم، هنفضل ساكتين كده لحد امتى؟ طب استني بس قولي لي ايه مشكلتك؟ اشمعنى يعني كل يوم يطلع مطربين جداد وممثلين جداد ومحدش خالص فكر انه يكتشف رقصة جديدة؟ تقدر تقولي لي بقالنا كام سنة ما ظهرتش رقصة جديدة؟ طب ايه المشكلة في ده؟ انا مش فاهمة. ما هي دي المشكلة، انه محدش مركز في الموضوع خالص، لغاية ما الرقص بقى خلاص هينقرض. اخر رقصة ظهرت هي الاستاذة دي. طيب انا بس عايز اعرف، انت عندك مطالب يا ليندا؟ ايه مطالبك وقوليها لنا عشان نعرفها. المطلب الاول نناشد قنوات الاغاني، ممنوع يذيعوا اي كليب لاي مطرب الا لما يكون جنبيه واحده رقاصه. طب امال المطرب يعمل ايه يعني؟ يبقى ما يغنيش احسن. الفنان لازم يشجع كل انواع الفن، اللي ما يحبناش ما نحبوش، واللي ما يحترمناش ما نحترمهوش. اهدي اهدي بس يا ليندا اهدي. طيب